شكوى غريبة وصلت إلى السيد وزير التربية في اليوم الأخير من امتحانات الثالث المتوسط، ولا يروح بالكم بعيد. الشكوى لم تكن حالة غش أو حادثة اعتداء أو تحرش وما إلى ذلك، وإنما تصرف صادم قام به أحد طلبة الثالث الوزاري بعد أن منعه مدير المركز الامتحاني في قضاء الدجيل، منعه من الغش. وهنا ماذا تتوقعون رد فعل الطالب على منع الأستاذ أو مدير المركز الامتحاني لمنعه من الغش؟ ما الذي فعل؟ لنشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى السيد وزير التربية المحترم وإلى السيد مدير عام تربية صلاح الدين، هاي ضريبة العمل اللي يرضي رب العالمين. هاي سيارة لأحد مدراء المراكز في قسم تربية الدجيل، مدير مركز مجرد ما اشتغل وفق الأنظمة والقوانين كانت هاي ضريبة العمل مالته، سورنتو سيارته 2020، أحد الطلاب في داخل المركز الامتحاني قام بعملية تخريب هذه السيارة. شنو ذنب هذا المدير مال علم سيارته سورنتو 2020 إذا ما نزلت له هسه من قيمتها قشي 10 أوراق، 10 أوراق يعني 1.5 مليون، وإذا يريد يصلحها قشي في 3 أوراق 4. هذا واقع حال التعليم، طالب تنظر مصالحه، مدير مركز مجرد ما خلى الطلاب ينقلون مركز مضبوط، كانت هاي ضريبة النجاح في العراق العظيم. يبدو أن مدير المركز الامتحاني لم يتوقع أن يتحمل ضريبة باهظة الثمن كهذه بعد أن امتنع من السماح للطالب بالغش في قاعة الامتحان، حيث أقدم الطالب على عمل تخريبي بهدف رد فعل وتصرف المدير، وذلك بتدمير السيارة بالكامل وهي سورنتو موديل 2020، مستخدما بذلك أداة حادة، ولربما قلما انتقاما منه على ما فعله أثناء الامتحان. المقطع هذا وما أن انتشر على منصات التواصل الاجتماعي حتى أثار الصدمة وأيضا استغراب الناشطين في السوشيال ميديا، فمن المعلقين من انتقد تصرف الطالب وذهب ليواسي المدير المسكين، فيما هناك البعض الآخر من لم يصدق رواية المدير مبررا أنه لا يوجد طالب بهذا الخبث والكراهية. ردود واسعة حول هذه الحادثة الغريبة، نعرض لكم جانبا منها، نبدأها مع حسن حيدر. ما الذي قال حسن عن هذا الموضوع؟ يقول حسن: يلا أستاذ، صار لك سنتين تستلم راتب وتعليم ماكو، طلع منهن وصلح سيارتك. ايش كثر شمتان بيك. أيضا تعليق من أبو شاكر الربيعي، يقول: أبو شاكر، أستاذ قدم شكوى بالمحكمة عليه وخليه يصدر أمر قبض بحقه، وراح يصير جبان أمام القانون. كل شي توقع من هذا الجيل، هم زين ما حرقوها، الله يعوضك. هناك أيضا تعليق من نشوان الحيالي، يقول: نشوان، مع الأسف غياب التربية والأخلاق أوصلت بعض الطلبة لهذا الحال، أما يغش أو يرتكب أعمال إجرامية واستلم، إلى وين وصل هذا الجيل؟ ما حد يقدر له، جيل البوبجي وسبونج بوب. هناك أيضا تعليق آخر من أمير النقيب، يقول: أمير، المدير خلي يعتبرها الخسارة صدقة جارية عن عائلته إذا كان كلامه صحيح، وأني ما أظن أكو طالب يسوي هالتخريب هذا تبلي على الطالب، ويعني إذا راد يغش فليش منعته؟ شنو راح تغششه أنت وشنو اللي راح تخسره يا حظي؟ بس لو ما ميبس راسك دروح، هسه هيش عاجبك.